السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحة وعافية جيدة إن شاء الله. بصراحة المتتبع يعني للأجواء السياسية اللي كاينة في إيطاليا، أنا بعد شخصيا هذا رأي ديالي الشخصي، تيبان لي بأن عمر هذه الحكومة اللي كاينة دابا والتوافق اللي كاين ما بين حركة خمسة نجوم والحزب الديمقراطي وزيد عليهم حزب ديال إيطاليا فيفا ديال رينسي وزيد ليو حتى هو، يعني هاد الأحزاب هادو مشتركة تيبان لي بأن ربما العمر ديالها غادي يطول اكثر مما انه كان يعني متوقع، بانه ربما غادي يطيح، لانه كاينه معارضه كما تعرفوا يعني قويه ديال سالفيني جورجا ميلوني فورسا ايطاليا بيرلسكوني. المهم انا بعد شخصيا كما قلت لكم تيبان لي بان العمر ديالها ربما غادي يطول. علاش؟ لانه اللقاء الاخير اللي كان ما بين دي مايو وما بين يعني المؤسس الروحي ديال الحزب ديال حركه خمسه النجوم الكوميدي الساخر بيبي غريلو اللي هو معروف في ايطاليا هنايا، يعني ربما عرفوا بانهم يعني لابد لهم انهم يعني يكون واحد التوافق قوي ما بينهم وما بين الحزب وما بينهم وما بين الحزب الديمقراطي، والا يعني راه غادي البلاد الا تحصل الحكومه لا قدر الله يعني راه غادي يهديوها لماتيو سالفيني كما تعرفوا، وتتعرفوا يعني التوجهات والسياسه ديال اليمين ديال لا ليغا راها معروفه. كما قلت لكم اخوتي زيد على ذلك، علاش انا تنقول هذه المساله هذه؟ لان الحركه اللي خرجت الشبابيه اللي خارجه دابا اللي كاينه في فيسبوك وتخرج كذلك تتعمر جميع الساحات الايطاليه كما شفتوا مؤخرا، وغادي يكون عندهم واحد اللقاء ربما عاوتاني حتى هنا في جنوبا يمكن نهار الخميس. نتمنى انه يجي بنادم يشارك ويشوف هذه المساله هذه ويشوف هذه الحركه الشبابيه، غتكون ان شاء الله نهار الخميس في بياسا دي فيراري اللي بغى يجي مع الساعه وقيله الساعه مع 6 تقريبا. المهم غادي نقدر ان شاء الله غادي نحاول انني نمشي نحضر لهذا التجمع هذا اللي غادي يكون. كما قلت لكم اخوتي يعني وهذه المساله يعني هذه الظاهره هذه ديال الحركه هذه ديال الشبابيه ديال لي سارديني كما تسميهم، يعني حركه جديده لاول مره يعني تتشوف في تاريخ ديال واحد البلاد تتخرج واحد معارضه، لان هذه الحركه هي حركه معارضه للمن، معارضه للمعارضه وليست معارضه للحكومه، وتلقات بزاف يعني ديال الانتقادات خصوصا من جورجا ميلوني من بيرلسكوني من ماتيو سالفيني بطبيعه الحال، وتتهموا بان الحزب يعني اليساري الحزب الديمقراطي، وتتهموا كذلك برودي اللي هو معروف حتى هو بانهم هما اللي خلقوا هاد الحركه هذه، خلقوها يعني باش تكون منافسه لهم، باش يعني هما ما قادرينش كما تقول جورج ميلوني بانهم ما قادرينش انهم يرفعوا الرايات اليساريه ديالهم ديال مثلا ديال حركه خمسه نجوم والبي دي كذلك الحزب الديمقراطي، قالوا راه خلقوا هاد الحركه الشبابيه باش يعني هما اللي غادي ينوضوا ينوبوا عليهم يعني في الساحات اللي اكتسحوها لا ديستر كما تعرفوا، اللي دات عندهم تاهما كذلك الشعبيه، وكما تعرفوا حتى في الانتخابات الاخيره ديال البرلمان الاوروبي كما تعرفوا تقوت يعني الحركه يعني تقوى الحزب ديال لا ليغا بزاف، لانه فاز باصوات كثيره كما تعرفوا. كما قلت لكم كاين يعني تعاون على المستوى الاوروبي ما بين الاحزاب اليمينيه باش تحكم يعني اوروبا، والحكمات اوروبا راه معروف يعني المصير ديال العرب وديال المسلمين ومهم وديال الاجانب بصفه عامه، باغين كما قلت لكم ديما تنقول لكم باغين الاجانب يعني على المقاس اللي بغاوه هما، هذا ما كان. بطبيعه الحال حنا ديما تنقولوها، حنا تنحترموا الديانه ديال هاد البلاد، تنحترموا القانون ديال هاد البلاد، ما عندنا معاهم حتى شي مشاكل، ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. بطبيعه الحال راه كاين احترام متبادل كذلك من الايطاليين، راه تحترموا الديانات ديال الاخرين. بطبيعه الحال ما غاديش ننكروا نقولوا ما كاينين عنصرين، كاينين عنصرين ما خطاو حتى شي بلاد، وفي اي بلاد مشيتي راه تلقى العنصرين. اللي بغيت نقول لكم اخوتي انه ان شاء الله الا استت بالامر يعني مزيان الحكومه اللي كاينه دابا ان شاء الله غادي تكون يعني كاين واحد بروجي ديال حركه خمسه نجوم اللي هو يعني كاين الريديتو دي تشتادينانسا. دابا كاين اللي يقول لي وما ما عطاونا حتى الريديتو دي تشتادينانسا، دابا تجيب لنا حاجه اخرى تقول لنا شي حاجه ما كايناش. كاين مشروع ديال الريديتو اونيفرسالي اللي غادي يكون واحد المساعده، مهم هذا باقي محطوط مدروس يعني للدراسه، مازال غادي للدراسه، ولكن راه خدامين عليه الى خرج الوجود، يعني ما غادي تستنى حتى شي واحد من هذا الريديتو من هذا الدعم.
نعرف كما قلت لكم غادي نلقى انتقادات يقول تاش تخربق علينا وما حنايا انا سوسبيزو عندنا ريدي تستدينا سوسبيزو وباقا ما عطوش عباد الله. انت جاي دابا تقول لنا ريدي دي اونيفرسالي شي حاجه ما كايناش. المهم راه هادشي اللي كاين بغيتو تصدقوا صدقوا، ما بغيتوش تصدقوا ما تصدقوش، ولكن كما قلت لكم لان هذا المشروع هذا محطوط للدراسه، يعني مازال حاطينو على الاوراق غادي يدرسوا بطبيعه الحال مع الحكومه اللي كاينه هنايا مع الاحزاب اللي كاينين حتى هما هنايا. بطبيعه الحال كما قلت لكم الامور انا تتبان لي بانه العمر ديال هذه الحكومه ان شاء الله غادي مازال يزيد قدام، وهذا الشيء في الصالح يعني ديال المواطنين لا الايطاليين ولا المهاجرين. قد ما الحكومه يعني طال العمر ديالها قد ما المشاريع اللي حاطاها على في البرنامج ديالها ممكن انها تحققها وتكملها، ما يمكنش انها تبدا واحد مشروع وتطيح حكومه تطلع حكومه اخرى تبدا مشروع اخر، وذاك المشروع الاول اللي جات بديك الحكومه يعني اللي قبل منها يعني تمشي هباء منثورا ما تكملش. وهذا هو المشكل اللي كاين في ايطاليا، ما كاينش واحد استقرار يعني حكومي استقرار سياسي صعيب، يعني كما تعرفوا ديما يعني تتبدل الحكومه، ديما حكومه تطيح ديما حكومه تطلع ما تتكملش العام ما تتكملش العامين، قليل في ان دامت حكومه يعني المده ديالها على الاقل ديك 4 سنين او ديك 5 سنين يعني تمت هذه الحكومه يعني كملت يعني المده ديالها وطلعت مثلا حكومه اخرى يعني عن طريق انتخابات بطبيعه الحال. كما قلت لكم ان شاء الله يعني اللي كملت زعما هذا خبر يعني مؤكد ورابين كما قلت لكم يعني على حسب الشيء اللي كاين دابا ولا حسب المعارضه الشديده اللي كاينه المعارضه من طرف لسارديني كذلك ان شاء الله ممكن ان هذه الحكومه اللي كاينه دابا ممكن انها تمشي مازال افانسي وان شاء الله غادي تحلوا جميع المشاكل. انا ليا اليقين غادي تحلوا المشاكل واخا انه يعني شفنا في واحد الفيديو راه كندير اللي درت يعني هذاك في 3 جناي يعني في الاول ديال السنه هذه 2019 اللي خرج فيه دي مايات يقول بانه يعني ريديتو دي تشتادينا دار فقط لي الايطاليين بانه دار فقط للايطاليين. هذه كانت مساله كما قلت لكم هذه السياسه كانت مساله ديك الساعه لانه كان مع الحزب ديال لا ليغا وخصو يبين الحزب ديال لا ليغا باننا راه كما قلت لكم عندنا نفس التوجهات ديالكم ازاء الاجانب. هذه غير باش يعني يستتب لهم الامر حركه خمسه النجوم يستتب لهم الامر حتى هما في الحكومه، هذا ما كان لا اقل ولا اكثر، بدليل انهم يعني من تم التوافق وتم يعني الحكم ديال حركه خمسه النجوم وليغا كما تتعرفوا مسبقا راه كان يعني في القانون كاين يعني حتى الاجانب طبيعه الحال كاينين شروط ديال الاجانب اللي غادي يستافدوا من هذا الريديت وديال تشتادين هانسا. الجديد كما قلت لكم هو انه غادي يكون ان شاء الله المهم ما عرفتش شنو نحكموا دابا السنه الجايه ان شاء الله 2020 وغادي نشوفوا هذه الحكومه هذه وغادي نشوفوا المعارضه فين غادي توصل ونشوفوا ديك الحركه ديال السردين والقوه ديالها ومادام يمكن ان تحققها ولصالح يعني الحكومه اللي كاينه دابا غادي نشوفوا القوانين اللي جايه وغادي نشوفوا هذه البرامج اللي جات بها هي حركه خمسه النجوم وكذلك ولات كلمه تبان لي بان ولات كلمه كذلك للحزب الديمقراطي دابا في هذه الحكومه هذه لانه لا الحزب الديمقراطي ولا حركه خمسه النجوم ما عندهم صالح انهم يعني يطيحوا هذه الحكومه هذه لصالح اليمين المتطرف كما تعرفون. نتمنى نتلاقى معكم في حلقه اخرى واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.